في مثل هذا اليوم في الخامس من أكتوبر عام 1932، كان هذا اليوم بمثابة لحظة تاريخية بوصول أول طائرة إلى مطار الشارقة، حيث كانت جميع الترتيبات قد اتخذت لوصول أول طائرة إلى المطار في عصر ذلك اليوم. وفي الساعة الرابعة عصرا وصلت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإمبراطورية قادمة من جوادر في باكستان، وعلى متنها ركاب ومحملة أيضا ببعض البضائع وقطع الغيار. وبعد هبوطها بسلام وإيوائها داخل حظيرة من السلك الشائك خصصت للطائرة، جاء حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رحمه الله وإخوته وحشد كبير من سكان الشارقة لمشاهدة الطائرة والاحتفاء بتلك المناسبة. وهبطت الطائرة في مطار الشارقة والذي كان يسمى بالمحطة، والمحطة يعتبر من أوائل المطارات التي بنيت في منطقة الخليج العربي، ويقع في إمارة الشارقة بمنطقة القاسمية بالقرب من مسجد الملك فيصل رحمه الله، وأنشئ عام 1930 من قبل البريطانيين ليكون بوابة عبور للرحلات التجارية ما بين بريطانيا والهند، وجسرا جويا يربط أوروبا وبلاد شرق آسيا وبعض دول المنطقة، نظرا لموقع إمارة الشارقة الاستراتيجي.